أمطرت السماء حرية على الأرض لوجدت من يضع المظلة. أتذكر هذه المقولة حين أرى بعض الناس الذين لا زالوا يرتدون الكمام وهم يقودون السيارات أو في الأماكن العامة المفتوحة. الآن لو تخيلت أن الناس زرعنا فيها الخوف، الخوف والتخويف هو أسهل وأسرع طريقة لفرض أي رأي على الناس. زالت الأسباب، انزاحت الغمة، انتهت الأزمة، بقي هناك من يتمسك بالكمام، مما يدعو إلى لا زالت الدولة تعطي قرارات ارتداء الكمام في الأماكن العاملة عند العاملين. يصعب علي أن أرى العاملين وهم يرتدون الكمامات في الأماكن. أيضاً أطالب بإزالة هذه الكمامات. الكمامات مصيرها القمامات، وللعلم الدراسات تقول بأن هي مصنوعة من مادة لا تذوب في الأرض، يعني حتى الريسايكلينج لا تنفع، لا تذوب في الأرض، يعني تسبب وباء حق البلد، حق أي مكان أو حق البيئة عامة. هذه نقطة. النقطة الثانية، أسدل الستار الآن على كل المسرحية. لماذا لازلنا نقف أمام فحص البي سي آر؟ وأؤكد على كلام إخواني اللي سبقوني وأقول نطالب نحن كأولياء أمور وكمعلمين وكإدارات مدرسية بإزالة أو منع أو إيقاف مسحة البي سي آر، لأننا نعلم جيدا أنها سواء كانت سلبية أو إيجابية فلا مردود منها. إضافة إلى أنهم يعلمون أننا نعلم بأنهم يعلمون بأننا نعلم بأن بعض الشهادات من شهادات البي سي آر قد تكون مزورة، وأصبح في ناس يقولون أن الشهادات لأناس آخرين عادي، واحد يسوي بي سي آر حق الثاني الفحص وود، المهم أن مدفوع فلوسها، المهم أن الفحص لا زال ساري وماشي عشان القرارات تمشي. لذلك تساهلوا معانا وعطونا حقوقنا، لأن هي راح توصلنا وإن شاء الله بإذن الله واصلين. وأشكركم جميعا وحياكم العافية.